السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم يا جيش المكتشفين في حلقة جديدة على قناة اكتشف العالم. وحلقتنا بتاعت النهاردة إن شاء الله هنتعرف فيها عن طريقة لعب يورو تراك سيموليتور الجزء الثاني أو محاكي الشاحنات أونلاين. فمن غير أي تأخير خلينا ندخل في الحلقة. حاجة بنعملها شباب هو ان احنا بننزل على صندوق الوصف تحت بنلاقي فيه رابط للموقع ده، طبعا رابط كلها مختصرة اعلانية، شوف طريقة فتحها برضو من الوصف تحت الفيديو. بعد كده بعد ما هنفتح الرابط هينقلنا للموقع ده. اول حاجة هنروح نعملها هي ان احنا هندوس على register today. بعد كده بننزل تحت شوية وبنلاقي هنا بيقول لنا sign in باي ستيم، هندوس عليها. بعد كده شباب بنروح على اللوجين بندوس عليها، بتظهر لنا طبعا الواجهه دي، بندخل فيها اليوزر نيم والباسورد بتوع ستيم بتوعنا. طبعا لو واجهتك مشكله وانت بتسجل في التراكرز ام بي، روح على الحساب بتاعك هنا ودوس على الايقونه دي وروح على الايديت بروفايل زي ما احنا شايفين، على ماي برايفسي سيتنج اللي هي اعدادات الخصوصيه وكلها خليها بابليك زي ما انا عامل كده. هندوس على ساين ان باي ستيم زي ما احنا شايفين، بعد كده هندوس على ساين ان. بعد ما هتدوس عليها هتطلع لك الواجهه دي، بتدخل البيانات بتاعتك هنا بس اهم حاجه البيانات مظبوطه. بعد كده بتدوس على الرولز دي، بتدوس عليها بتقرا كل القوانين طبعا بعد الشر يعني لو قريناها. بعد كده بتلاقي المربع الابيض ده اتفتح لك، طبعا لازم تقراها عشان المربع يتفتح، بتدوس عليه كده اهو وبتدوس على كلمه ريجستر. بعد ما بتدوس على ريجستر زي ما احنا شايفين اهو بيقول لك داونلود ناو، بتدوس عليها، بتدوس على داونلود ناو بيطلع لك ملف حجمه صغير جدا بتحمله. بعد ما بتحمله طبعا انا سميته محاكي شحنات اونلاين، عادي ممكن يطلع لك باسم تاني، بتدوس على اكستراكت هير زي ما احنا شايفين اهو بياخد ثواني بالظبط وبيقول لك هنا اهو انستول تراكرز ام بي، بتدوس عليها دبل كليك وبتدوس على يس، بتدوس على نيكست وبعد كده اي اكسبت وبعد كده نيكست. هنا هو بقى نقطه خبيثه شويه تاخد بالك منها، ليه؟ لان انت لازم تدوس على براوز وتروح تختار مكان حفظ اللعبه، بعد كده بتدوس على نيكست. هنا هو بيقول لك اختار الملف المسار بتاع يورو تراك سيموليتور، تدوس على براوز وتروح تدور على الملف اللي فيه اللعبه بتاعتك وتختاره. زي ما احنا شايفين اهو يا شباب انا حطيت المسار، دوست على البراوز ودورت على ملف اللعبه، بعد كده بتدوس على نيكست وبعد كده نيكست وبعد كده نيكست زي ما احنا شايفين، وانستول ما بياخدش معاك ثانيتين طبعا. بعد كده بتدوس على فينش. طبعا لو ما فتحش معاك زي حالاتي هتروح هناك على كلمه سبورتد اي تي اس 2 يورو تراك سيموليتور 2 فيرجن، وبتحفظ الفيرجن اللي مكتوب هنا ده اللي هو 1.36. بعد كده بتروح على الصفحه بتاعت يورو تراك سيموليتور وتختارها من هنا، وتروح على المانج وبتختار على بروبرتيز، وبعد كده بتروح على البيتاز، من البيتا هنا وبتختار السهم ده وبتختار هنا هو الاصدار اللي هو موجود على اللانجر هنا. في حالتي انا شخصيا 1.36 فهختار اخر واحد ده، بعد كده ادوس على كلوز وهتلاقيه هو هنا اهو، هنروح على الداونلودنج هتلاقيه هنا اهو بيحمل معاك. بعد ما اللعبه ما بتفتح يا شباب طبعا لو انت اخترت الاكونت اللي هو القديم، طبعا ده الاكونت اللي انا كنت بلعب عليه بقالي فتره طويله قوي، بس الاكونت ده احنا كنا بنلعب بيه جوه اللعبه على اخر اصدار، لكن احنا دلوقتي قللنا اصدار اللعبه عشان نعرف نفتحها اونلاين. فبتروح تكتب هنا نيو بروفايل وبتعمل الاعدادات دي كلها بتملاها على حسب ما انت عايز وبيطلع لك اكونت تاني. زي ما احنا شايفين انا عامل اكونت للاوفلاين بلعب بيه اللعبه على اخر اصدار، بس الواحد هو عامل اكونت الاونلاين، ان زي ما احنا عارفين الاونلاين ما بيشتغلش على اخر اصدار من اللعبه. بعد ما بتعمل الحساب ده بتاخد بعدك تقفل اللعبه، ولكن ما تقلقش لو انت عايز ترجع تلعب باخر اصدار للعبه بتاعتك، عشان طبعا التقدم اللي كان في الاكونت الاولاني لو انت بتلعب بقالك فتره اوفلاين، بتروح على الترس دي وبروبرتز والبيتا وبتدوس هنا وبتختار تطلع فوق وبتختار اللي هي النون اللي هي ما يبقاش فيها اي اصدار قديم، لا احنا عايزين اخر اصدار، فبتختار اول واحده بترجعك لاخر اصدار للاكونت القديم اللي فيه تقدمك كان بيه، بتروح للتراكرز ام بي. بعد ما التراكرز ام بي بيفتح بتروح على دلوقتي بقى على لانش اي تي اس 2، لعبه بتفتح معاك عادي خالص زي ما شايفين اهو، ودي طبعا يورو تراك سيموليتور لكن مكتوب تحتيها زي ما احنا شايفين مالتي بلاير. بعد كده في هنا سيرفرات كتير جدا جدا جدا، تعالوا نختار مثلا السيرفر ده هيقول لك نقلنا اكونت. بعد ما نختار الاكونت طبعا اللي احنا عاملينه بالاصدار القديم هندوس على كونتينيو. زي ما احنا شايفين
مين فتح لي الاكونت اهو. تمام طبعا بتدوس على كلمة درايف اللي تحت. ما احنا ما شايفين اهو يا شباب طبعا ده الاونلاين زي ما احنا ما شايفين، ودي التريلا بتاعتي. خلينا اهو نحاول ان احنا نمشي، تعالوا نبص من جوه وندور كده. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا نتوكل على الله. طيب اهو زي ما احنا شايفين يا شباب اونلاين، والنقط الزرقاء اللي تحت دي هي دي الاونلاين زي ما احنا شايفين. طبعا دي شحنه كده وحموله. طبعا لو عايزني خد بالك، خد بالك يا باشا، خد بالك يا باشا. انا يا رب انكم تكونوا استمتعتوا معايا بحلقتنا بتاعت النهارده. ما تحرمونيش من اللايك سبسكرايب للقناه وشير عشان كل زهقكم يستمتعوا ويفتحوا يورو تريد سيموليتور 2 اونلاين. وطبعا لو عايزيني اعمل سلسله في اللعبه دي وتلعبوا معايا ونعمل بثوث مباشره وحاجات كتير جدا، يا ريت تقولوا لي في الكومنتات. اوف عدينا الاشاره وباين علينا هنتكرش من السيرفر. فقبل ما نتكرش من السيرفر عايز اقول لكم صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، في امان الله.